هاي. كثرة التغليفات والسلع بقياسات صغيرة بتزيد من أزمة النفايات، والمعروف عن اللبنانيين إنهم بيشتروا بالفلت، وهالثقافة بتحمي البيئة ولازم نرجع نعززها. لبناني معود يشتري الحبوب، البن، البهارات، البذورات وغيرها من المنتجات بالفلت، وإذا استعمل حاويته الخاصة عند شراء هالسلع فهو بيوفر على البيئة كميات كبيرة من التغليفات والعبوات اللي رح تنتهي بالمكبة. شراء بكميات كبيرة إذا كان الاستهلاك كبير مفضل كمان من الناحية البيئية، لأن المواد المستخدمة بالتغليف بتكون أقل، مثل مثلاً أنين المي الصغيرة والجالونات الكبيرة وغيرها من الأمثلة الكثيرة. كل شيء فينا نشتري بالفلت لازم نشتري، وضروري نختار السلع يلي فيها تغليفات وبلاستيك أقل من غيرها، ونتعود نجيب العبوات من بيوتنا. مين قال مسؤولية تخفيف النفايات فردية وجماعية؟ أنا قال. شوفكم بكره.